بطاقة ماستر كارد حج وعمرة الجديدة متوفرة ومجانية لكل تعبئة أولية بمبلغ 10,000 أوقية جديدة، صالحة في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع. فلا تترددوا وتوجهوا إلى أقرب وكالة للبنك الشعبي للاستفادة من هذا العرض الحصري. البنك الشعبي. اقتربت العطلة الصيفية وبدأت ملامح موسم الأمطار وبشائر الخريف تلوح في الأفق، وبدأ معها موسم هجرة المواطنين نحو الريف والمدن الداخلية هربا من صخب المدينة وضوضائها إلى هدوء البوادي والريف في رحلة انطبعت بها سلوكيات ساكن العاصمة. حركة دؤوب لا تخطئها العين هذه الأيام في المحطات الطرقية وعلى المحاور الرابطة بين العاصمة والولايات الداخلية، حيث يتوافد المواطنون من مختلف مقاطعات العاصمة على هذه المحطات لحجز أماكنهم في رحلاتها. شارك ما شاء الله عندهم بيسات، ما شاء الله بيسات زينين كاملين ما شاء الله وكلماتيزا ولا قط ما نش شينقار شير صارش ما نديرو خارج 15 بلاس بيس عدلو سمعت ونشارج بيسات باساج لا تحصل لا نيشون مشو سمعت بريمير بيسات حامد مولانا وشاكر ذات مشاو أركتيا رانا نتحرى وديزن بيسات مولي وجين حركة بالنسبة للنقل ونشاطهم زينة بعد حسب نظري حسب نشوف يوميا ما شاء الله بساجة خالقة والناس خالقة ماشي وشي تبارك الله. تتعدد مبررات هذه الرحلات والتي تتخذ شكل هجرات متتالية من المدن إلى البوادي، بالإضافة إلى كونها تغييرا للروتين وبحثا عن الراحة والاستجمام، هي في جانب منها صلة للرحم وتواصل مع الأهل والأقارب واسترجاع لذكريات نسجت خيوطها ذات عهد في مرابع الصبا. وعد نوادي بو ان شاء الله ماشي عن جراحة دور نعيده في نوادي بو سابق الحق العيد ماشي اليوم ان شاء الله قرب عنا شابرين ترانسبور ناس ماشي قايس الاخرين ماشي تبدل الجو ماشي ماشي تشرب البن ماشي قايس هالي تسلم اليوم اس هذه الايام تستعد للراحة الصيفية، وبما ان ظروف الخريف دائما ظروف زينة والناس تبقيها، وبما أن أيضا تساقطات مطرية معتبرة الحمد لله جات ذيك الناحية، عاد الناس تتحضر للخريف. أنا اللي تهيئ لها إن شاء الله، تهيئ لي الأجواء إن شاء الله. الناس طاقت إن شاء الله في وجه الخريف، والناس ماشية كاملة، والناس مالي اللي كانت في الداخل عاد تراجع لبلاداتها المدن هون، وما شاء الله حوال جيد الحمد لله إن شاء الله. ماشي طالع قايس هليتوها ندور البن وندور استراح وندار الشرقنا ونذبحها الحال بعض لا يقدم. وحتى لا تتحول نعمة لقاء الأهل إلى محنة لا قدر الله، لا بد من اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر وتجنب السرعة المفرطة والالتزام بقوانين السير، وهو ما يقتضي من مسيري هذه المؤسسات فرض ضوابط آمنة على هذه الحافلات وسائقها بالتزامن مع كثافة حركة السيارات على مختلف المحاور الطرقية. هذا زمن كبير للمدارس ويزامن مولي مع فترة العيد عيد الفطر، الناس مقبلة على السفر إلى داخل موريتان. إحنا كشركة للنقل كشركة خدماتية ما باخلين أي نوع من الجهد، ولأن متدخرين جهد من أجل تأدية أحسن خدمة قد تؤدى للناس اللي تسافر معانا. المسافات الطويلة إحنا باصاتنا دائما عدو دايرين فيهم سائقين من أجل الأمان، دائما يعود فيهم سائقين إلى علّه لا تعب واحد منهم يقبض الثاني يعود مستراح وعنده مكان في البيس يعود ذيك الفترة اللي لا يمشي يحرك فيها يعود ذاك الثاني السائق الاحتياطي يعود راقد مستراح لأن يحس هو على أنه تعب والله شيء يقيم يعود جاهز الهباط مبرمج حسب عدل له برنامج فني من أجل ذاك. قبضنا تحسبا لهذا التحرك قدر من الحديد الجديد ومتحضر انه ان شاء الله ما لنا ناقلينهم في الحديد الادرس لا ينقلوهم الا في شيء جديد. عقب ذاك هم اللي سايقيننا جابرين قدر من الاذى من الناس هامها انها تبكر من هون وتروح للنعمه والله تصبح في النعمه. واحنا مبكر من هون ونشيل النعمه لا نهار قد الظهر نظرا ان محرمين زياده على 90 80 اللي الارض يعود فيها المو فيها قليساج وفيها الصالات والكيران مثقلين والطريق محيليه وفيهم بين لاقب وتليمين الا الخطر حاصر. كاري تم يسكو سنين الطير قاع كراع والطير وجوهات وعود جديد ما قد جاب رحلة. متحضرين ومتحسبين قطعا للموسم وعاسين منه ومحذرين سائقين ما يتخطاوا 80 90
يا غير مولي جابرين احنا من المواطنين قدر من الاذان المواطنين طالبين منهم على انهم يتكايسوا. حد مسافر بعيدا لا اللي ماشي عنهم ماذا الواحد قريب الى فوت قاع ليلتين وصل بسلامه خير فيه من يبكر ويروح للنعمه. لا قدر الله قد يصدم بعصا ابسط شيء الطيار السياره بين سياره طايره 120 140 ما محكم فيها ولا هي امنه. هجرة المواطنين من العاصمه الى الولايات الداخليه اصبحت اذا عاده موسميه وسلوكا ثابتا تتبعه الاسر الموريتانيه تستمتع من خلاله هذه العائلات باجواء خريفيه ومناظر طبيعيه في احضان الاهل والاقارب.